بات لبيروت منطقة رقمية، فما هي هذه المنطقة التي افتتحها الرئيس نجيب ميقات اليوم وأي تأثير لها؟ لم تتأخر بيروت كثيرا في اللحاق بركب التكنولوجيا الرقمية، فهذا هو المشروع النموذجي بيروت ديجيتال ديستريكت، ينطلق من منطقة الباشورة قرب وسط العاصمة كباكورة مشاريع ستعم لبنان تباعا. إنه المبنى الأول من أصل 6 مبان ستبنى في المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة بمساحة تصل إلى 40,000 متر مربع. الهدف منه استقطاب الاستثمارات في المجال الرقمي والاتصالات وتنمية بعض الشركات لإنتاج خدمات وبرامج رقمية. الابتكار والإبداع بحاجة لمقومات، وفي قسم كبير منها اوريدي متوفر عنا هون بلبنان. الدولة والقطاع الخاص بيتعاونوا سوا لحتى يأمنوا المتطلبات الثانية، فراح يكون في هون بيئة متكاملة بتشجع على هذه الصناعات وعلى هالإبداع. لن يقتصر هذا المشروع فقط على الشركات المحلية بل الدولية أيضا وحتى الأفراد. اللي بده يأسس شركة أو بده يشتغل، فيكون فرد عم بيشتغل، يجي كل شيء بحاجة له يحط هالكمبيوتر، يوصل الكمبيوتر تبعه ويبلش يشتغل، وكل شيء خدمات تانية بتكون مأمنة من ضمن هذا المشروع. تطلع وزارة الاتصالات بدور تسيير الأمور والتحقق من معايير الأهلية وتقديم الدعم لتنمية المنطقة الرقمية، ولا سيما تأمين التجهيزات اللازمة. نحن وزارة الاتصالات بنساعدهم، بيتفقوا مع بعض وبنعطيهم شيء الأساسي اللي هو البنى التحتية، يعني بنعطيهم بالجوال الفورجي الجينيريشن يعني هاي سبيد تبع الفورجي، بالثابت بنعطيهم الفايبر أوبتيك بأسعار تشجيعية رح تصدر بمرسوم مجلس الوزراء. إذا ما تعززت انطلاقة هذا المشروع وتكاملت مع سرعة في الإنترنت، فهي ستشكل حافزا لإنشاء مناطق أخرى في المحافظات اللبنانية.